هذا وتعتبر العلاقات البحرينية الكويتية نموذجا فريدا للعلاقات بين الدول، ترتكز إلى ما يجمع بين البلدين من روابط أخوية تاريخية وشائجة قربة ومصير مشترك. العلاقات البحرينية الكويتية تاريخ يتقاسم بين ثناياه روابط الأشقاء بروح الشموخ واستحقاق الفداء بما يربطهما من عمق متجذر سياسيا وجغرافيا واستراتيجيا بصلات وطيدة على مختلف الأصعدة تظلل هاماتها الأمجاد عزا وفخرا للشقيقتين مملكة البحرين ودولة الكويت. وطط البلدان عبر تاريخ متجذر دربهما الوحدوي في مسيرة وضاءة أدار دفتها قادة كلا البلدين عبر التوافق في مختلف الأمور ليرسم النهج السياسي والاقتصادي والثقافي للشقيقتين أبعادا صاغت ملحمة تاريخية أضفت نموذجا يحتذى به للعلاقات لتصل إلى مرحلة أضحت كل المفردات السياسية عاجزة عن وصفها. ولطالما توجت هذه العلاقات بالزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين التي أعطت مؤشرات قوية على حرص البلدين على الانطلاق بالعلاقات نحو مجالات أرحب بما يعود بالخير والنفع على شعبي البلدين وبما يتواكب مع التوجه الذي يتبناه جلالة الملك المفدى في توسيع مجالات التعاون بين البحرين ومختلف الدول الشقيقة والصديقة. وعلى الصعيد السياسي تحديدا تتميز العلاقات بين البلدين بمجموعة من السمات التي تجعل منها علاقات متميزة، لعل من أهمها توافق رؤى ومواقف القيادة السياسية في البلدين تجاه العديد من القضايا التي تهم منطقة الخليج العربي والأمتين العربية والإسلامية اعتمادا على منهج العقلانية والحكمة والتمسك بمبدأ الحوار والرغبة الصادقة في تفعيل التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما. إن عمق العلاقات السياسية بين البلدين انعكس إيجابا على علاقتهما الاقتصادية في ظل وجود شراكة اقتصادية بين العديد من المؤسسات البحرينية والكويتية. كذلك أضافت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الكويتية البحرينية بعدا جديدا للعلاقات الأخوية التاريخية بين الشقيقتين.